بيتي بالعربي يرافق مايا رعيدي بالتسوق لمنزلها في دبي. نقوم نبلش؟ يس يلا. مايا انت ريسنتلي هلا انتقلتي على دبي، قد ايه صار لك شهر تقريبا؟ يس شوي اكثر. اخذتي بيت خلص يعني فور جود نقلي على يس يس دبي. يعني بعتبر دبي ماي سكند هوم، بس دايما يعني رح يكون عندي لبنان، مشوار على لبنان، مشوار هون. انا اصلا بجي على دبي بشكل متكرر وعندي جزء من عائلتي هون موجوده، فبس هلا مع ظروف الكورونا احسن الواحد ما كتير كمان ينتقل من محل لمحل 100%. سو يس سو نحن موجودين هون تو احنا فعليا احنا مش ببيت ماي، احنا قاعدين ببيوت اكثر من بيت، احنا قاعدين بجاليري لافايت. انت بدك تشوفي اشياء للبيت الجديد وانا كمان باخذ افكار لان انا كمان عريس جديد لعلت. اوكي مبروك بارك فيك، فكمان باخذ افكار معك شو بيلبق البيت وبلكي باخذ من خبرتك. سو خلينا نقوم نشوف شو في اشياء نعرف ذوقك بالعفش، شو الاشياء الالوان اللي بتحبيها وكيف بدك تفرشي بيتك. نقوم نبلش؟ يس يلا. وهون بدا مراسلنا احمد وماي رعيدي يشوفوا اكثر من قسم واكثر من قطعه لفرش البيت. شو الالوان اللي بتفضليها؟ بتفضلي الالوان الفاتحه ولا الغامقه اكثر؟ بحب الالوان الفاتحه اكثر، بس بحب هذا ستيل يعني اكثر كوزي على مودرن. يا بحب كل شيء يكون هيك ابيض او بيج. هو كمان مش بس الفرنتشر، يعني في اكسسوارز بيلعبوا دور، والبيت هو اذا في شبابيك قد في ضوء. انا اي لايك اول ذات. ايه كل شيء بيلعب دور. يعني مش معقول مثلا القطعه اللي بتختاريها هي تغير البيت ولا البيت شو بده كيف تعرفي؟ اثنيناتهم. لهيك قررت مايا تروح تختار القطع الغريبة للبيت. I like this for example. عن جد غريبة. بحب قصص يلي ما بتشوف كتير منها. So classical and modern. ما قلت تحطي شي ببيتك مثلا مثل هاي؟ إذا حدا هداك هيك شيء. No, no, شو بكون الرياكشن تبعك؟ Sorry. لا. مستحيل. يعني انت صيدلانية بالاساس مايا، يعني هالاشياء المفروض تحبيها. الطبيعية ايه. بس مش بالبيت شو فيها. ايه لا نو. طيب شو الاكسسوار اللي بتحبي دائما انه يكون شو ما كان البيت لازم تجيبي هذا الاكسسوار؟ بحب يكون في بلانتس. والزرع مش الشيء الوحيد اللي ما بتستغني عنه مايا، كمان في شيء ثاني. This واو دايما لازم يكون عندي هيدا القطعة. عن جد؟ يس. بتحبي الشطرنج؟ يس. بتعرفي تلعبي شطرنج؟ نو واي. يس كثير بحب. إذا مش لايف أونلاين. طب خلص عرفت شو بدي أهديكي، بس أجي عندك على البيت رح أجيب لك طاولة شطرنج. يس خلص. وي هاف أ ديل. وبما إنه عم نعمل شوبينج فأكيد مايا رح تشوف قسم الفاشن. مايا هون طبعاً السكشن اللي أنت بتحبيه البازار اللي فيه أكسسوارات ولبس وتحف أكتر للبيت، بس اللي بيميز هذا السكشن هو كله لبناني. صح. يس. كلنا مصممين لبنانيين. بتحبي دائماً تشجعي المواهب؟ يس أكيد لبنانيين خاصة، لأنه مش بس إنه هن لبنانيين، هن emerging يعني بعدهم جديد على السوق. بحب شوف هيك بيعطونا inspiration. أنا بقول مايا صار لازم نلبس الماسك لحتى ناخذ راحتنا وإحنا عم نلف بالبازار. يس صار في a lot of people. صح يلا. مهضومة طلعت غريبة.